اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلت وتلي ميديسن. وفي انتظار كل المكالمات، اسئله، استفسارات والرد عليها مباشره على الهواء من السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد، استاذ السكر والغدد الصماء، كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا دكتور. استاذ سامح، احنا دلوقتي بنغزل المشاهدين. عارف يعني ايه بيغزلها؟ دي جايه من لفظ كوره، اللي هو مره نجي لهم الظهر، مره نجي لهم بالليل. بس دي زي ما انت عارف احنا مع اداره القناه احنا متعمدينها، يبقى في تشوق. لا، وبعدين انت حضرتك النمط الحياتي بتاع الانسان، كل واحد له ظروفه. يعني في ناس مثلا بتشتغل من الصبح لحد الساعه 4 العصر مثلا، فالناس دي حضرتك ناخد لها حلقه بالليل. في ناس حضرتك بتشتغل بالليل وبتبقى بالنهار قاعده في البيت، دي ناخد لها حلقه بالنهار. بس برضه في ملحوظه على كلامك يا دكتور، ان يبين ان يعني قلبك كبير مع المشاهد. وانا بحسدك على الحته دي، تملي ليك ارتباط رهيب مع المشاهد، ان ما بتفكرش في نفسك، انت كل تفكيرك في المريض. لكن انا بشوف في حياتك اساسا العمليه، بعد ما بنخلص الحلقه يجي لك تليفون، طب خلاص ده هيعمل العمليه، طب اروح لازم اعمل تشيك. يعني انت شخصيا كمان الوقت بتاعك مش ملكك. لا بس ما بحبسش يعني برضه حضرتك أساس. في نقطه ايه؟ الطب ده مهنه، فهو المهنه حضرتك ان انا مش المفروض اعيش في اي حد في العالم ما بيعيش في مهنته 24 ساعه. ده حقيقي. فهو لازم الفصل، لان كده انت ممكن تبدا تشغل غلط. فانا الحقيقه بدي الساعه دي، لان صعب جدا حد يقدر يوصل بالتليفونات، ده مش طبيعي لعيانيني، ولا حتى على فكره يا استاذ اسامه ولا اصدقائي ولا قرايبي مسموح لهم يكلموني في الطب بعد ما ابقى في بيتي. لازم تفصل. انا اول ما بتحط وانا قاعد قدام الكاميرا قدام سيادتك كده، انا مخي اتحول لكمبيوتر، بيستهلك طاقه مني، بيستهلك يعني قدر كبير جدا من التركيز، بيرهقني داخليا. فحينما امسك التليفون اتكلم معاه في كلام فارغ، السياسه، الغنى، الكلام ده مش عارف. مفيش مشكلة. اول ما تقول لي موضوع طبي انا بقى المكان يشتغل خلاص، لازم يكون تركيز بنسبه 100%. عاده مفيش حد لا قريب ولا صديق بستشيره طبيا عشان المرضى ما يزعلوش. طب النهارده دكتور او حاليا احنا عندنا يعني زي ما بيقولوا التحذير، تحذير هام جدا بالنسبه لدرجه الحراره والجو الساخن، وان شاء الله تبقى حلقه ساخنه كمان ان شاء الله. ان الثلاث اربع خميس درجات الحراره يعني من 40 ل 45، هل دي لها علاقه بالمريض السكر؟ لا، درجات الحراره دي او في اي شيء نقدر نوجهها ليه؟ ان احنا نخاف بس حضرتك ان هو يحصل له نوع من الجفاف، مش اكتر. جفاف. ونسمى ان احنا في فتره رمضان دلوقتي. يعني انت حضرتك دلوقتي احنا ممتنعين عن الاكل والشرب من الساعه 3:30 تقريبا او 3:15. فلو عندك حد على طول، احنا مش هنضيع وقت الناس. يعني هو الهدف ان احنا ندي علاج للناس، واخبر حضرتك. فبقول لسيادتك، فمن هنا عدم شرب الميه او السوائل بيأثر. لا، وهنا السوائل ما نقصده عشان تعمل ترويه هي الميه. تمام. يعني ليه الميه هي اللي بتعمل الترويه؟ لان سيادتك اي اكل بيخش في صوره مثلا عصائر او جلوكوز او اكل ناشف زي مثلا رز او مكرونه او ما الى ذلك، ده كله بيزود حاجه اسمها الازمولاليتي، اللي هي درجه لزوجه الجسم. تمام. يعني لانه بيتحول الى مركبات طبعا صغيره قوي بتدوب في الدم، فدي بتزود اللزوجه، فمن هنا يحصل خطوره الجفاف. يعني انت ممكن تحط نفسك في طريقتين من الجفاف. يا اما يعني ايه عدم الجفاف من الاول؟ ان الانسجه خارج الخلايا عندها كميات ميه كويسه. تمام. الانسجه خارج الخلايا، الخارج الخلايا نوعين، يا اما جوه الاوعيه الدمويه يا اما خارج الاوعيه الدمويه. نعم. انا ما اعتقد جالنا طابور مره واحده 4 5 ويتنج. طيب ناخد اول اتصال للاستاذه سنه، زي ما سمعت الاسم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا استاذه سنه. انا بتصل علشان اقول لحضرتك البرنامج جميل جدا، وبشكرك انت والدكتور. ربنا وكل سنه وانتم طيبين. وانتم بالصحه والسلامه، يقول عليكم الايام بالخير يا رب. ودعواتكم
وكده في ليله القدر ان شاء الله. جزاك الله الله يخليكي. في اي سؤال يا استاذه سناء؟ شكرا. طيبه يا فندم. ماشي طيبه. ده كرم منك انك انت بتتصل عشان تعيد علينا وعلى الامه كلها. ربنا يبارك فيك يا فندم. ناخد الاتصال اللي بعده. الاستاذه امال. ايوه السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد، ولو سمحت يا دكتور أنا عاوزة عنوان العيادة ممكن؟ طيب حاضر حاسبهولك في الكنترول عنايه الاثنين. حاضر طيب. ماشي يا أستاذ أمال. في أي سؤال تاني؟ لا سلام. طيب خلاص زي ما الدكتور بلغك هيسيب إن شاء الله. شكرا. فهو إحنا عندنا حضرتك يعني النهاية واحد عنده ما عندوش جفاف زينا واحد عادي تمام، يبقى في كميات ميه مناسبه تسبح فيها خلايا جسمه، واخد بالك؟ طيب عنده جفاف يعني كميات ميه اقل من الطبيعي موجوده ما داخل الخلايا وحول الخلايا. بس ده ملوش علاقه يا دكتور بشرب الميه، ده هو طبعه كده. لا لا مش طبعه. طب ماشي. مش هيعيش كده. حضرتك ده هو التوازن المائي. التوازن تمام. المائي جوه جسم الانسان سبحان الله ده اسطوره. ده ميكانيكيه يعني خطيره جدا، وفيها هرمونات، في هرمونات بتاثر فيها، خد بالك؟ في الكليتين بياثروا فيها، الجهاز العرقي بياثر فيه، الرئتين بياثر فيه، ثم الاحساس بالعطش بيأثر فيه، والقدرة على تناول الماء وجهاز الهضم بيأثر فيه. ده كله المنظومة دي تحفظ لك على نسب ماء ثابتة مواتية ومناسبة لعمل الجسم الطبيعي بكمية المية دي. تمام. ولو زادت عن الحد العيان يخش في غيبوبة، لو قلت عن الحد ممكن يجيله مثلا نوبات صرع ومش عارف ايه والضغط يوطى، ولو طولت قوي قوي ممكن يجيله فشل كلوي، جلطات في المخ، جلطات في القلب. ده كله يبقى اذا هناك التوازن المائي. هو موضوع جميل جدا، انت خدتني ليه موضوع صدر. جميل جدا. وهو ازاي احنا دورنا فيه، يعني ازاي المريض يعامل هذا التوازن. او هذا التوازن ده طول ما الانسان بياخد ميته عن طريق البق مهما كانت الكمية وفي بقية الاجهزة دي شغالة صح لا خطوره منها. يعني المفروض البني ادم بياخد له مثلا في اليوم من لتر ونص لترين ميه ومش عارف ايه، او لتر فما فوق لو الجو برد طبيعي. طب خد 10 لتر 30 لتر والكليتين شغالين صح والتنفس شغال صح والقلب شغال صح والخدد العركيه شغاله صح والكلام ده كله، ولا تفرق؟ مش فارقه معاه خالص. هي الخطورة هنا أما يكون حاجة من هذه الأجهزة بدأت تشتغلش كويس. وهنا بقى المفروض يكون دور الطبيب يقول له خلي بالك ما تشربش كذا، خلي بالك كمية الماء اللي داخلة قدك قد كذا تاخد منها. طيب احنا قلنا بقى دلوقتي أخطر حاجة في جسم الإنسان الخلية ميتها ولا المية اللي حواليها ولا المية اللي في الأوعية الدموية اللي هي المواسير؟ بسألك اجتهد يعني. تمام. يعني أنا دلوقتي لو انا قلت هأثر في كمية المية اللي في الجسم، أأثر في الأوعية الدموية ولا حوالين الخلايا ولا جوه الخلايا؟ إن هو الأكثر أمانا. يعني لو انا هنقص هنقص في أي حتة في التلاتة؟ الأوعية الدموية. الأوعية الدموية للأسف انا كده حكمت ان هي بقى فيه لزوجة وممكن تتسدد. ناخد. طيب خد يا بيه خد. ماشي. أستاذة رحمة السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. اهلا وسهلا مرحبا استاذ. ايوه اتفضلي يا استاذ رحمه. الدكتور سامعك. بعد اذنك يا دكتور، فيتامين هيل على الشعر بيتاخد عن طريق الشم ولا بيتحط على الشعر؟ بص فيتامين ايه؟ فيتامين ه. اي اللي هو فيتامين اي عندنا. طيب طيب شكرا يا بنتي. حاضر شكرا يا استاذ رحمه. شكرا الدكتور هيرو. ده شغل الجماعه بتوع المحففيتيه ده من بتاعنا، واخد بالك؟ هو طبعا الاصل في حاجه اسمها يقول لك نقص فيتامينات، انا مش مؤمن بيها اساسا يعني، مدرسه ما فيهاش الكلام ده،
وانا سامع ان فيتامين اي كمان بيختسن جوه الجسم. ده سؤال خارج الجسم. خارج ده خارج الطب. خارج. والله بالك نذهب يا جماعه بتوع الشامبوات بقى ده يعني واحد كوافير ولا حاجه يرد على تجميل. السؤال. واخد بال حضرتك؟ لكن هو يتحط على الشعر يمتص ان شاء الله ممتص مش مشكله. لكن ايه احنا ما بنحتاجوش كتير يعني هو من الفيتامينات اللي موجوده لانه موجود في الدهون موجود في السمنه موجود في الكلام ده فهو بس موجود. بمناسبه السؤال ده يا دكتور انا متهيألي الفيتامينات والحاجات دي مش 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 يعني مش بتيجي من الاكل الطبيعي ومن الاكل اللي هو بيغذي الدوره الدمويه. لا خلينا صراحه الناس اصل الطب حضرتك احيانا بنقيس لا نقيس كفاءه الطب على ما يستشعره المريض. يعني مثلا حضرتك واحد يقول الدواء ده بيديني نشاط وحيويه بيخليني جنسيا زي الحصان ده كلام فارغ في الطب اسمه كلام فارغ فارغ يشتغل عليه بتوع الاعشاب. حط لي مش عارف ثلاث نقط وست حبات. هو عندنا في الطب حاجه اسمها بلاسيبو. البلاسيبو دي الاحساس النفسي للدواء وانا باخده من بق العيان لكن انا ما عنديش ادله دامغه احولها الى ارقام اقول هذا الدواء له فايده ولا لا. حقيقي يعني بالنسبه للكورونا مثلا تمام اما بتدي انت دواء للكورونا ونقول يجيب نتيجه المفروض ان انا بعزل الكورونا مثلا من الانسجه وبعد الدواء بعزلها ولاقي نسبتها قلت بنسبه مثلا 50% بعد يومين بينما اللي ما خدوش النسبه بتزيد. دي احط ايديا او صوابع في عينين اي واحد اقول له الدواء ده مجدي. صح. واخد بالك؟ لكن افرض اديت الدواء ده من غير ما اقيس عدد الفيروسات او عدد الفيروس بتاع الكورونا. من غير ما اخد مثلا اقيس كرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء ومش عارف ايه واخد بال حضرتك وحاجه اسمها دايمرز يعني لينا حاجات بنقيسها بتتشاف. تمام. الحاجات دي لو انا ما شفتهاش وخدتها على المحمل العيان ما العيان بيخف لوحده. بتوع الكورونا مثلا لحد 97% بيخفوا لوحدهم. يا النسبه كده 97%. طبعا كل 100 واحد بيموت ثلاثة مثلا. يا رب. واخد بالك؟ لا ده هي عالميا كده. واخد بال حضرتك؟ حضرتك ما انت عندك امريكا فيها كام دلوقتي؟ مصاب ملايين باين ولا وصلوا مليون ولا نص مليون مثلا حاجه. فوق نص مليون. فوق النص مليون 50,000 ولا 100,000 ولا بتاع حوالي 120 120 بس هو تقريبا قربوا من المليون او شوف العالم فيه 3 مليون مثلا شوف 100 كام واحد فهو في الاخر من 3 ل 10%. اذا عشان اقيم دواء لازم اقيمه بالصوره العلميه بتاعتنا مش بصوره طب الاعشاب او مشطوره الرقيه. تمام. مع احترامي للرقيه طبعا في رقيه شرعيه والكلام ده بس مش عايز اخش في النقط دي احسن يقول لك ده بيخش. طب بعد اذنك ناخد الاتصال. استاذ اسلام السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيبين. انت طيب. عشان كده افضلكم والله كنت عاوز الدكتور بعد اذن حضرتك سؤال. اتفضل الدكتور معك على الهواء مباشره اتفضل. لو سمحت يا دكتور هو انا ازاي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. حضرتك طيب يا فندم. دكتور انا عندي والدي مريض بالسكر. تمام؟ وبياخد علاج. الاقي رجله زي ما حالات زي تعوير وبتاع وزي جروح يعني بتبقى في رجله وجروح وحاجات من دي رجله على طول ما بتخفش من الكلام ده رغم ان هو بياخد العلاج التزام. سنه كام سنه؟ كنت عايز اسال حضرتك هل يعني في مشكله في نوع العلاج اللي بياخده ولا ايه؟ سنه كام سنه؟ هو عنده 54 سنه يا فندم. طيب سكره الصايم كام وبعد الاكل كام؟ والله فندم ولا دي مش عارف يعني حاليا بيخس ولا بيزيد ولا وزنه ثابت؟ لا وزنه ثابت. وزنه قد ايه تقريبا يعني؟ يعني يعني حوالي حاجه و80 85 86 جرام. رجليه دي تقرحات ولا التهابات يعني زي خراريج صغيره او دمامل؟ لا يا فندم تقرحات بلاقي زي حفر رجله. بس هو لازم ابص حضرتك دلوقتي انت ما عندكش اي بيانات عن الوالد. هات لنا السكر الصايم وبعد الاكل بساعتين يبقى شكله ايه ولو كان الهيموجلوبين اللي هو السكري بتاعه او الممتد يعني ده نسبته قد ايه. بعد كده انا اعتقد ان ممكن يكون في خلل في الدوره الدمويه بتاعه الساقين ناتج عن السكر مش الاسبوع ده ولا الدواء اللي بياخده ده. هو بيتعالج غلط بقاله ال10 سنين اللي كان عنده سكر بيتعالج فيهم غلط.
مش غلط بمعنى ان الدكتور اللي غلط، يعني النتيجة الحتمية او النتيجة النهائية لمستويات العلاج عشان تمنع مضاعفات مش صح. فهنا يا اما عندنا التهاب بالاعصاب الطرفية، يا الاوعية الدموية مش موصلة الدم، يا كلاهما، يعني او الاتنين مع بعض. دلوقتي احنا عندنا حيوية الجلد، حيوية الجلد لمنع التكرحات وانه يبقى جلد صحي وطبيعي مش شغالة كويس. دي عايزة على الاقل روح اعمل له حاجة اسمها دوبلكس سكان، دوبلكس سكان على اوردة وشرايين الساقين، نشوف لا يكون في حاجة متسددة ولا لا. والف سلام. استاذ اسلام، اتصل بنا تاني. استاذ اسلام الف سلام على الوالد، ويا ريت المرة الجاية لو معك بقى اي تقارير اي تحاليل اي شيء علشان الايه الدكتور يكون ايه في دقة بنسبة عالية، يعني عشان نفيده يعني. شكرا. ما نتكلمش في العموم. اتفضل. ناخد الاتصال اللي بعده. الاستاذ احمد من المنيا، السلام عليكم. استاذ احمد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، رمضان كريم وجزاك الله كل خير يا فندم. يعني عندنا سؤال بعدين. اتفضل يا فندم. عشان الظروف اللي احنا فيها دي يا دكتور. اهلا وسهلا. حضرتك يا دكتور، والدتي بتاخد علاج مخ واعصاب عشان عندها الشرايين اللي بتودي الدم للمخ ضيقه. نعم. من امبارح بتشكي ان جنب فكها الشمال مش قادره تمضغ عليه ولا حتى تتكاوز. فعايزين، انا عارف اني خرجت عن الموضوع خالص، بس دي حاجه انسانيه يعني يا دكتور. لا، اللي ده ممكن يكون حاجه فيه هناك، يعني ممكن يكون حاجه في الاسنان، او هناك يعني مثلا الام في العضلات نفسها بتاعت الفكين. هي لو بتحط ايدها على الفك ويألمها يبقى ممكن يبقى فيه هنا خراج في الدرس، خراج حوالين السنه، خراج في منطقه الاسنان في الفكين، حاجه من كده. لو بتحط ايدها حته الم في العظم نفسه بتاع الوجه كده يا دكتور، يعني بتقول حضرتك يعني مش قادره تتكاوم، مش قادره تدوس على حاجه. لا ده بص، دي حضرتك يا اما عضلات الفك نفسه. طب بص، خد حاجه كده لو كانت نتيجه لمده 8 9 ساعات اوكي. هتاخد مثلا كتافلام، واخبار حضرتك 50 مللي جرام، حبايه مرتين في اليوم لمده يوم. خفت، يبقى ده كان روماتيزم من الهواء، من مروحه، من اي حاجه. ما خفتش، انا اخاف يكون في التهاب بكتيري مأثر حضرتك في اي في المنطقه دي مع الست تماما. بس ما اعتقدش ان ده له علاقه بالحكايه المخ خالص، ده حاجه ميكانيكيه موضوعيه. اي سؤال تاني يا فندم؟ الف سلامه للوالده استاذ احمد، وتابعنا بميعاد الحلقه على الشريط ان شاء الله. ناخد التليفون اللي بعده. الاتصال. السلام عليكم. ام احمد، السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اتصل بالدكتور لو سمحت؟ اتفضلي يا ام احمد. الدكتور سامع. انا الاسبوع اللي فات اتصلت بيه، فقلت انا كنت باخد الجينامت وباخد الانسولين، فقال لي خد الانسولين والجينامت مع بعض. اخذتهم في الفطار، ظبطوا بقى يجي بعد الفطار 170، بقى 104 مع الانسولين. جيت بقى في السحور، في السحور الاقي بقى وصل مثلا 200 205. اخد بقى بدن الكلوكوفاج، اخد جنم التاني ولا اخد معاه حاجه تانية ولا اعمل ايه؟ طيب، يعني انت دلوقتي حضرتك بتاخد الانسولين والدواء الجينوميت قبل الفطار، صح؟ صح كده. بيبقى كويس. 160 170 104 104 ده بعد الاكل. استنى بس براحه علي. طيب، بعد ده الكلام ده بعد الفطار بساعتين. بعد الفطار بساعتين. وبعد كده بقى. انا اسال وانت تجاوبي. طيب، بعد كده حضرتك بتخش لحد السحور ما بتاكليش، صح؟ ما باكلش. بتيجي قبل السحور بتحللي؟ لا، قبل السحور لا ما بحللش، بحلل بعد السحور، بسحر واروح. طب خلاص خلاص، بصي كلمه ونص. انا بصي، طيب حضرتك، طيب قبل ما بتقولي انا عايز حاجات، اديني انا اللي اسال. طيب، حضرتك بتيجي بتاخدي علاج قبل السحور ولا ما بتاخديش؟ انا ما باخدش اي حاجه غير هو ساعه الفطار. خلاص يا فندم، يبقى ما باخدش حاجه قبل السحور، خلصت. ما باخدش حاجه. وتتسحري تقيسي بعد السحور تلقيت 170 180 220، مظبوط؟ ايوه. طيب، انت بتاخدي بقى على الفطار انسولين نوعه ايه؟ اللي هو الالم الرمادي ده اللي اسمه لانتوس. عره. طيب، احنا نغير اللانتوس ده، هناخد حاجه اسمها حضرتك بقول لك ايه، ما تاخدي دواء انسولين رخيص ويجيب نتيجه ان شاء الله. ميكس طارد عادي 30 70، خدتيه قبل كده؟ لا، ما خدتش اي انا اول مره. طيب، بتاخدي اللانتوس قد ايه؟ باخد 8 وحدات.
اللانتوس 8 وحدات قبل الفطار. باخده. طب جيب المكس اما اجي اتكلم بس تسكتي لو سمحتي. طيب. عشان تستفيدي. طيب. اما اجي انا دلوقتي باخد 8 اللانتوس ثمنه غالي، انت هتاخدي مكسطار ثمنه ربعه في الفلوس. طيب. بس هنزود الجرعه الى 15 وحده قبل الفطار، هيغطي لك الفطار والسحور ان شاء الله، وتدعي لنا الف سلامه. شكرا يا ماما. وتقللي كميه الاكل شويه في السحور. شكرا يا ماما. انت مش محتاجه سحور قوي. يعني انت محتاجه زبديايه. تمام. يعني زبادي، واحده زبادي، ممكن حته جبنه قريش مثلا، او زبادي وبضايه، وربع رغيف لو كان. لان ممكن من فتره بعد الفطار على السحور ممكن يبقى فيه لا يعني انت من حضرتك من السحور لحد الميدان ما تشرب ميه وخلاص، احنا في الحر مش محتاج تاكل. مش محتاج تاكل خالص. طيب ناخد اتصال بتاع ام امل. سلام عليكم. سلام عليكم ام امل الزهراء. ماشي يا دكتور. طيب احنا كنا بنتكلم، فكرنا بايه قبل ما الاتصالات خدتنا؟ على كمية الميه اللي موجودة في الجسم. بس المهم اول الموضوع ده على فكرة. تمام. سبب البلاوي كلها في بعض المرضى هو اضطرابات نسب المياه في الجسم. هديك مثال، ان ما يحصل اخراج الميه بيقل، زي في بعض حالات الفشل الكلوي العيان ممكن يموت من زيادة لتر ميه في جسمه. يموت. جالك الاتصال يا اتصال تاني. معلش خليهم اتفضل، المعجبين كتير. طب خليهم اتفضل. استاذ محمد سلام عليكم. وجود العالم الكبير ده والله شكرينا يا استاذ محمد. والله وذوق حضرتك يعني. والله حضرتك انا دكتور، عشان انا الخص الموضوع، انا راجل مريض ضغط وشرايين يعني، وعامل دعامات وكده. فانا بالنسبه لي السكر بقالي 6 سنين على الوضع ده، اعمل الهيموجلوبين السكري يطلع 6.2 5.7، لاني بعمل اكسرسايز 3-4 كيلو كل يوم. المشكله بقى في الصيام او في الايام العاديه، السكر الصايم 160. طيب مثلا الاقي بعد الفطار الاقي 200، الاقي بعد 3 ساعات وصل 106 106 100 وهكذا. فهل انا قبل مرحله السكر، انا باخد، قالوا لي خد كلوفاج في رمضان، اخدت اللي هو اكس ار بينزل زي ما هو، فما اعرفش هل دي وقت. سالته اولا سن ستك كم سنه يا فندم؟ انا عندي 60 سنة. الوظيفة ايه؟ انا يعني مدير حسابات يعني. انا بكلم ليه الوظيفة ليه؟ لان انا هسألك اسئلة ذكية. اتفضل. يعني في ارتفاعات في السكر في بعض الاوقات، واوقات بالضبط. اخرى السكر طبيعي. مظبوط. ونيجي نعمل الهيموجلوبين السكري يطلع 5 5.5 6، وده المستوى احسن من الطبيعي. يعني ما ممكن 6.3 6 يعني، انما ما بيعديش كده. لا ما لحد 6.5 يعتبر طبيعي، مع ان في ارتفاعات في السكر. تفتكر ليه؟ ده سؤال لسيادتك كراجل بقى اقتصادي. لو عندك الشركه اللي نعم. انا وزني، انا طولي 180 سنتي كويس، ووزني يعني 78. وزن سيادتك 78، انت رفيع. وما بزيدش ولا بنقص. طيب يعني ممكن ازيد كيلو انزل كيلو، ما بزيدش. جميل قوي، بتديني معلومات كويسه. انا شايف، انا محتار هل انا ما قبل السكر. لا لا بص يا فندم، طب خلينا نرجع للدفاتر اللي عند سيادتك. الدفتر عند سيادتك يقول لك العامل اللي يقطع ثلاث مرات في الشهر يبقى عامل يضرب بالنار، صح؟ مظبوط. احنا السكر اما يطلع مرتين عاليين في وقتين مختلفتين اعلى من المعدلات اللي احنا محددينها يبقى في سكر. مظبوط. يبقى انت اللي ترد، صح؟ صح. احنا حضرتك الصايم لا يزيد عن 110، الفطر عن 140، سيادتك بيعدي ال 200. بيعدي. ومره ولا مرتين؟ اكتر من مره. يبقى انا عندي سكر، ما تزعلش مني. لا 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 بالعكس. ده المستند اللي هو او اللي هنشتغل احنا بالقانون. صح. بالدستور. صح. الدستور بتاعنا بيقول كده. اخبار حضرتك. طيب علاجنا ايه بقى؟ سكر سيادتك من اللي هو بنسميه المتغير. يعني شويه يبقى طبيعي. وشوية يبقى حتى ده 102 و105 ده يعتبر يعني لا، وممكن يوصل تحت ال 100. وده اللي بيخلي الهيموجلوبين اي 1 سي او السكر اللي هو التراكمي يطلع طبيعي. لان التراكم بياخد المتوسط بتاع 3 شهور. الله يبارك فيك. فساعات يطلع 70، ساعات يطلع 200، ده يجي في ده يطلع 120 في الاخر. مظبوط. فيبان هو طبيعي. هي دي حالتي بالظبط. ولذلك لا ناخذ به. الدكاتره ساعات بيبقى صميمه او لا يجتهدون او لا يفكرون او لا يعطونا ذهنهم فكر يعني وقت لاستيعاب
واستطعام المعلومة. خلي بالك استطعام المعلومة غير معرفة المعلومة. مظبوط. انك تستطعمها كذا وتحط حتة البواشة تحت لسانك وتقعد تتمعنها. انا حضرتك في جمال. اقول له انا لو الهيموجلوبين والسكري عندي كده، انما انا بلاقي سكري احيانا 200 والاقي الصايم 160. لا قول لي بقى العلاج ايه عشان الاتصال. اولا شرايين القلب والحاجات دي انا بس مش المرة دي هتكلم فيها، دي في حد ذاتها دلالة خطورة، ربنا يشفيك ويشفينا جميعا. فانا عايزك تاخد علاج يظبط لنا السكر، وحالة حضرتك بتبقى عايزة شوية من التجانس والتوائم الكامل، يعني المجهود اللي انت بتعمله تثبته، الاكل تثبته، اقول لك الانفعالات تثبتها، يعني لو مراتك بتخانق معاك كل يوم العصرية تتخانق العصرية عشان اعرف اظبطك على كده، لو يوم ما اتخانقتش السكر هيوطى. فاحنا هنعمل ايه دلوقتي يا ابو حميد؟ يعني لازم نثبت كل حاجة عشان انا علاجي هو اللي ثابت وبتظلم، انا بتظلم. طب نعمل ايه في الناس دي؟ انت ساعتك هتاخد دواء رخيص اسمه نوفو نور، نص ملي جرام، اكلته قبل الاكل تاخده، ما اكلتش ما تاخدوش، خلاص. اسمه استاذ احمد، استاذ محمد، المحاسب محمد، يا استاذ محمد، هتاخد نوفو نور نص ملي جرام حباية قبل الاكل، كلت خدت، ما اكلتش ما تاخدش، وربنا هيكرمك. استاذ محمد شكرا. عشان ناخد الاتصال اللي بعده، الحاجة هدى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا اسفين انك انت منتظرة شوية، وانت بالصحة والسلامة. الله يكرمك. الدكتور معاك. أيوة. وسامعك. الله يكرمك، شكرا. ايوه يا دكتور لو سمحت. اتفضل. حضرتك انا عندي 54 سنة وعندي كسور شرايين. 50 سنة؟ كنت عملت قسطرة. حاجة هدى قلتي 50 سنة؟ ايوه مع حضرتك. لا قلتي 50 سنة عندك؟ 54. 54. تمام. تمام. عندي كسور في الشرايين التاجية، وكان عندي ضعف عضلة القلب، وكان جالي جلطتين على سنوات مختلفة 2015 2017، وبعدين عملت قسطرة تشخيصية كانت في تصلب في الشرايين الحمد لله، وباخد العلاج ومنتظمة تمام. لكن أنا عندي مشكلة بعاني منها اللي هو لعاج كتير، وبعاني من قيء بالذات الصبح، حتى لو أنا فطرت بس وما اتسحرتش الصبح بيجي لي حالة كده بعد لعاب كتير، وأقوم برجع كل الأكل أو الأكل المهضوم ده، بعاني منه زائد بعض الغازات. طيب تاني بقى نعيد تاني، أنت ما عندكيش سكر؟ لا ما عنديش الحمد لله. ما عندكيش ضغط؟ عندي ضغط. طيب. ونتيجة ارتفاع الضغط وعاملة مشاكل في القلب. حاضر. وعاملة دعامتين ولا عاملة إيه في القلب؟ لا ما عملتش دعامات الحمد لله، كانت أسطرة تشخيصية. وفي القسطره ما فيهاش حاجه الحمد لله. طيب يعني انت ما عندكيش مشكله خالص غير حكايه الملي القيء الصبحيه دي صح؟ ايوه هو لا هو موجود القيء الصبح زائد اللعاب اللي يوم طول النهار، طول النهار اللعاب زياده على لو شربت او اكلت، ده غير رمضان شربت اي شويه ميه دافيه عاديه او اي مشروبات. طيب ماشي ماشي. ارجع او اعمل عندي لعاب باستمرار. طيب اكتر من اللازم. اكتر من اللازم سواء اكلتي او ما اكلتيش. ايوه ايوه. طيب اولا هتقللي كميات الميه اللي انت بتشربها كل يوم. تمام. يعني انت ممكن تعملي ايه في الميه دي بالذات بقى؟ حضرتك هتقعدي تعرفي مستوى جسمك بيخرج ميه قد ايه، حتى احنا كنا بنتكلم في الموضوع ده من دلوقتي. فانا مثلا هحوش الميه بتاعه النهارده من الصبح النهارده لبكره، جبت مثلا لتر ونص، ازود عليه نص لتر ميه يبقى اشرب 2 لتر في اليوم اليوم اللي بعده. واخد بالك؟ كمية المية دي يا دوبك هتبقى كافية انها ما تنزلش زيادة في اللعاب، ده واحد. اتنين هناخد دواء اسمه انترنيل، انا بستعمله دلوقتي كاثار جانبية، ما بستعملوش، هو بيتاخد للمغص وبيشتغل للمش عارف الايه والايه، لكن انا هنا بستعمله حضرتك على اساس يقلل افراز اللعاب. حباية مرتين في اليوم الانترنيل او ما شابه، ده هينشف ريقك شوية ان شاء الله زي ما كل الناس ريقها ناشف. ألف سلام. حاجة هدى شكرا. بناخد اتصال بعده الأستاذ رجب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لي. الله يخليك، ربنا ما يحرمنا منك. واجعلوا عيد سعيد علينا وعليكم يا رب. أمين يا رب، علينا وعليك وعلى الأمة كلها. وجميع دول العالم يا رب. أمين يا رب. يا رب. يا دكتور بعد إذنك والله العظيم أنا ليا 3 سنين
رجلي بتغلي نار نار، وعملت تحاليل سكر وعملت تحاليل املاح وما فيش ولا اي حاجه خالص، وكان عندي غضاريف برضو عملتها الحمد لله، وغليان لي 3 سنين نار نار نار، ما كانش عطلة بميه ساقعه حتى اللي تخف عليا. طيب انت سيادتك دلوقتي عندك سكر ولا مفيش؟ مفيش، بروح احل ما بلقاش. النار دي حضرتك في بطن الرجل ولا في ظهر الرجل؟ من اول مفصل الحوض لغايه القدم تحت، اليمين والشمال. من قدام ومن ورا ولا من ورا بس؟ الاثنين كله نار نار. يعني الرجل كلها، المحيط كله سخنه نار يا دكتور. طب حضرتك انا جريت اقول لك حاجه يا دكتور. دكتور اه معاك اتفضل. بعد اذنك اقول لك ملحوظه، مده 3 سنين كانت جاتني سخانه جامده، وتعالجت منها الحمد لله من بعد السخانه دي يا دكتور، وهي السخانه دي بعد كده ما طلعتش من رجليا. طيب معلش الله يبارك فيك. انا هسال اسئله بس تجاوب باختصار. حاضر. رجليك سخنه ولا درجه حرارتها عاديه؟ لا رجلي عاديه بس سخنه بص نار. انت جاوبت خلاص، يعني هو في فرق بين الاحساس وفي فرق انها سخنه. لا احساس. هو احساس. احساس انها ميه او نار عليها زي اللهب. شفت ميه النار يا دكتور؟ والله خلاص يا سيدي انا بعاني ما بنامش خالص 3 سنين. طيب السؤال الثاني، في ورم في الرجلين؟ ولا اي حاجه باذن الله. طيب الالم بالليل اكتر ولا بالنهار؟ بالنهار، وبالليل بالذات لما اجي انام. اما تمشي الالم بيقل؟ بقل، لو وقفت يقل. بتقول ايه؟ لو وقفت يقل، ولو مشيت برضو يقل. صح. انت كده عندك ضيق في شرايين القدمين، بنسميه في الطب اسمه ريست بين. يعني الالم وقت السكون بس، وهذا بيكون توارد الدم عن طريق الشرايين غير كافي لتغذيه القدمين، فيدي احساس بالالم الرهيب ويقومك من النوم ممكن. ده ما بيخلينيش انام 3 سنين يا دكتور. جميل. انت لو نزلت رجلك من السرير وانت نايم هتحس براحه خفيفه 100%. يبقى التشخيص بتاعي صح. اعمل حاجه اسمها دوبلكس سكان على الساقين وبلغني الاسبوع الجاي ان شاء الله. دوبلكس سكان على شرايين واوريه الساقين، وبالمره بقى اعمل حاجه اسمها فحص كهربي للاعصاب الطرفيه للساقين، وجزاكم الله خير. استاذ رجب شكرا، وبالشفاء ان شاء الله بحق الايام المفترجه. وعلى فكره بس هو على فكره له علاج رجب، واضح ان الدكاتره مش عارفين. يعني هنا في مرض اسمه لاريس سندروم، ده اوعيه دمويه بيبقى السده في داخل البطن الشريان الاورطه الكبير، تمام. والتفرعه بتاعته اللي نازله للرجلين من تحت بيكون الانسداد ده موجود، وربما يكون هو اللي عامل الالام في القدمين، ده المكان الوحيد اللي ياخد الرجلين. تمام. لو ما خدتش بالك استاذ رجب على الاسامي اللي الدكتور قال لك، تابعنا على الفيسبوك او اليوتيوب قناه الصحه والجمال لو سمحت. ناخد الاتصال اللي بعده، الاستاذه مريم. سلام عليكم. قطعت. طيب يلا طيب اتفضل. ماشي ناخد اللي بعده، الاستاذ احمد. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلام ورحمه الله وبركاته. هذا الاستاذ فندم. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ احمد. ممكن اكلم الدكتور يا فندم؟ اكيد سامعك الدكتور. طيب انا طيب يا دكتور الله يخليك، كل سنه وانت طيب يا دكتور. طيب يا حبيبي. انا عندي السكر وعندي وعامل عمليه قلب مفتوح وعندي الضغط. والانسولين باخذ الانسولين ساعات ينزل لغايه ما يوصل 30. اتفضل بسمعك. استاذ احمد انت فاتح التلفزيون وقاعد جنبه صح؟ نعم. طيب ما احنا قلنا كده ما ينفعش. لا انا قافل وطيت التلفزيون على الاخر. وطيه وابعد عنه. شكرا على الاخر والله. عيننا حافظين يعني. شكرا شكرا. طيب السؤال ايه يا عم احمد؟ السؤال يعني دلوقتي اعمل ايه في السكر؟ السكر طيب. اخذ الانسولين القاه 30. طب استنى بقى اسالك اسئله وتجاوب على طول باختصار. اتفضل يا دكتور. سن سيادتك كام سنه؟ 60 سنه. الوزن قد ايه؟ الوزن حوالي 58. انت خاسس قوي يعني. طيب السكر بينخفض الى 30، اكبر ارتفاع بيبقى كام؟
ده معاه يوصل 300 و400 وحاجه طيب. زي كده. اوقات الارتفاعات امتى عاده واوقات الانخفاضات امتى؟ يعني كل يعني في الاسبوع يرفع مره او مرتين. الساعه كام ويوم ايه وله علاقه بايه؟ كله نزول ارتفاعه بالليل الصبح ينزل. ارتفاعه بالليل بعد العشاء. بعد العشاء الصبح بيقل مع انك بتفطر وتتغدى. وقبل ما افطر القاه 30. يعني هو بيرتفع على نص الليل وبعدين ينخفض الصبح. بتشتغل شغل مهني يعني قصدي بتتحرك؟ لا. امال شغل ايه؟ ولا حاجه، قاعد في البيت. يا بختك. طيب بص يا سيدي، انت بتاخد انسولين اسمه ايه بقى؟ 70/30. طيب اكسيتار. هو بالنسبه لحضرتك عشان وزنك رفيع ورفيع زي اللازم، الانسولين انا احبذه انك تكمل عليه، بس ممكن يكون نمط اخذ الانسولين هو اللي مش صح. انت بتاكل كام وجبه يا فندم؟ باكل 3 وجبات الصبح والظهر وبالليل. طيب انت بتاخد المكسيتار دي كم مره والجرعات قد ايه؟ باخد 40 الصبح وباخد 25 بالليل. وال 25 بيوقعوا لنا الدنيا على الفجر. السكر بيبقى على الفجر بس برضه بيعلى الساعه 12. بالظبط. طيب احنا هنخلي ال 25 دول قبل الغداء. يعني هتاخد 40 قبل الفطار و 25 قبل الغداء، او نخليها 30 قبل الغداء. ايوه. ان شاء الله اعتقد الدنيا، بس ما تاكلش تاني. العشاء بتاعك يبقى زبادي، حته زبدياية. واحده ونص رغيف. ولا نص رغيف، انت خاسس صحيح، انا معاك. هو انت بص يا ابو حميد، اسمه احمد؟ احمد. بص يا ابو حميد. ايوه فندم. انت كده عاوز تيجي ايه؟ يعني عارف ايه؟ تعمل خيمه وتقعد جنبي. بعد سنه اخليك بقى ال 85 كيلو والجميل وتتجوز واحده جديده وكده وتتدلع. الله الله. واخد بالك؟ بس خلينا بقى حته بحته. انت دلوقتي الحل ده ليس حلا نهائيا، واخد بال سيادتك؟ فهناخد 40 قبل الفطار، 25 قبل الغداء، وبعدين نواصل مع بعض كمان اسبوع ان شاء الله، بس ليس حلا نهائيا. استاذ احمد بالشفا ان شاء الله، وانا شايف انك انت لازم تتابع الحلقه تاني على الفيسبوك. ها، وتابع الدكتور، وتابع قناه الصحه والجمال على اليوتيوب. اعرف ميعاد الحلقه. طلعت السكر الساعه 12 ده انا فهمته، بعدين ينخفض تاني. فلما طلعت ال 25 على الغداء، تمام، حضرتك اقول له يوقف العشاء. غلط، انا اللي بقول على نفسي غلط. ليه؟ لان هو وزنه اقل من الطبيعي، مش صح؟ 58. يعني انت حضرتك ايه السكر بتاعنا كده عامل زي ما تكون انت ترزي بتفصل لكل واحد على الاقل له كرش كده حاول تدايره له، اللي عاوز يطلع له كتاف كده يعني. تظبيطه. ناخد الاتصال اللي بعده. استاذ محمد اسفين انك انت يعني منتظرنا مده طويله. السلام عليكم. باختصار شديد معلش يا الدكتور، هو انا يعني مع النفرول ده انا السكر المتغير. ما اخد معاه اللي هو الكلوفاج، وليه الكلوفاج الاكس ار بينزل سليم واحسن معاد لاخذه؟ لانه قالوا بعض قالوا في قبل الاكل ونص الاكل او اخر الاكل. عايزين نعرف من سعادتك انسب معاد للكلوفاج اذا كنت انا هاخده مع السكر المتغير مع النص ملي النونوفورم. وشكرا جزيلا. العفو، حاضر، ربنا يخليك. لا انا شايف ان احنا سيبنا من الجلوكوفاج دي دلوقتي وخليك عن نوفو نورم، واخد بال حضرتك، اللي هو نص ملي وممكن نزوده بعد كده نخليه ملي، واخد بال حضرتك. لكن ما حبيتش ان انت تاخد جلوكوفاج دلوقتي. استنى، ناسي كان وزنه قد ايه تفتكره؟ كان رفيع مش هو 58؟ لا هو طوله 180 ووزنه حاجه و70، يعني رفيع. الجلوكوفاج يا ابو حميد هيخسسك اكتر، وانا مش عايز اخسسك، انا عاوز ازودك شويه 3 4 كيلو كده وشك يرد وتبقى ماشي كده يعني، وزنك هيقل له 10 سنين مجرد ما وشك يرد بس وجسمك يملى شويه. يعني ممكن ازود حضرتك لحد 5 كيلو. فهنا الجلوكوفاج مش مناسب لسيادتك. لكن عشان المشاهدين، هو سأل سؤال بيقول احسن وقت ليه ايه؟ لو المعدة ما بتتعبش من الجلوكوفاج ولا السيدوفاج ولا المشتقات دي، ياخده قبل الاكل بنص ساعة. قبل الاكل بنص ساعة. بس ساعات بيتعب المعدة قوي. واخد بال حضرتك؟ تمام. انت قفلت البتاع ليه؟ لا 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 ما طيب. لا لسه معانا شوية يعني. طيب. راضين علينا من النهاردة. كنت عايز اقول يا دكتور يعني قبل ما الحلقه تنتهي برضو عشان نساعد المشاهدين في التيم وورك والكومبينيشن الجميله اللي انا شايفها وكانها مباراه
بين الحكومه والجيش الابيض في التوجيهات اللي رئيس الوزراء بيوجهها للشعب المصري، ومتهيألي ممكن العالم كله يستفاد منها في عمليه الحظر وكده. مش دي برضو بتساعد على ان بنقلل الحالات وبنوعي الناس في العالم كله واقع في بلوى. ازاي تحافظ على النفس البشريه وفي نفس الوقت تدفع تسير على عجله الحياه؟ حتى في بيتك انت كده، لو خدت بالك هتلاقيك في بيتك الصح الصح اقفل بابك وما تخرجش خالص. طيب عايزين نجيب اكل، صعب، هتلاقي لازم تخرج. طيب صعب. انا راجل حضرتك ما عنديش دخل ولا الحكومه تقدر تديني اكل وانام في بيتنا، ليه يعني؟ مستحيل. هتاكل الناس؟ طب مين هيجي؟ العالم كله. يعني احنا مثلا قفلنا الناس وكل واحد قاعد في بيته كده بيتفرج على التلفزيون وبيتفرج على البرنامج بتاعنا، مين هياكلهم ان شاء الله؟ واللي بياكلك ده لازم واحد يشتغل، صح، سواء انت او غيرك، صح. فمن هنا لازم يكون في انتاج. انت عاوز هتخرج، اللي بيحصل على مستوى الاسره، بيحصل على مستوى الحي، بيحصل على مستوى البلد، بيحصل على مستوى الدوله، بيحصل على مستوى العالم. فهي طبعا معادله، والمعادله صعبه جدا على اي مستوى وعلى اي نظام وعلى اي سياسه. لان المعادله متضاربه، عشان حضرتك تشتغل المرض هينتشر، حضرتك تقعد في البيت مش هيبقى عندك اكل، مفيش انتاج ومفيش انتاج. فنقوم تاخد الامور، يعني احنا كلنا خلي بالك حتى اساتذه واطباء، تخيلنا ان القصه دي هتخلص في شهر او في 21 يوم، اقفل يا جدع ما نخرجش خالص. وقعدوا حتى يتهكموا على الحكومات اللي قالت لك مش مهتمه بانها تقفل البلد والحكايه. واحنا في مصر برضو كان في بعض انتقادات ان زي ما بنقفلش البلد، اقفل يا عم هتقفل شهر هتبدا تطلع تاني. بس الفيروس حضرتك من تم تقفل مش هيموت، هو بيسكن جوه بعض الاجساد، اول ما شاء الله ما يخرج ينتشر تاني. بدليل انفلونزا بتموت في الصيف وبتطلع تاني في الشتاء، بتتزرع في الشتاء ربما، يعني هل هي بتبقى كامنه؟ ايوه. هل بتبقى هي كامنه في حاجات احنا لا نعلمها؟ خلينا في الانفلونزا مش في الكورونا، شيء لا نعلمه. هي بتسكن داخله سواء حيوان او جماد او انسان، أو ممكن الجماد، ومع تغيرات مناخيه معينه او ظروف مناخيه مواتيه تنشط قائم. هل احنا نعلم العلم كله ومقاليد العلم بين ايدينا في العالم؟ ابدا. بالنص القراني وما اوتيتم من العلم الا قليلا، يعني الله. مش هتاخد الا القليل، واخد بال حضرتك؟ والتفسير أكيد. ان العلم اللي احنا عندنا ده كما تجيب المخيط اللي هو الابره تحطها في الميه المحيط وتطلعها الشويه دي، هي المسحه اللي انت عارفها من العلم، والمحيط ده علم ربنا سبحانه وتعالى. فبالتالي الدنيا هتفضل لن نمتلك العلم، لن ولن، او لم ولن نلتك يعني نمتلك العلم، وبالتالي سيكون هناك قصور في اي حاجه احنا بنستعملها على مستوى البشر. فالكورونا قدامها 5 سنين على ما تتفهم. يعني معنى ذلك يا دكتور ان احنا الكورونا في حاجه انت اتكلمت في حاجه جميله. الكورونا فضل. دي كل الناس بتتكلم فيها، عارف ليه؟ اتفضل. لانها بتطبخ قدامنا. صح. بمعنى ايه؟ يعني انت مثلا هنتكلم على التيفود، هنتكلم مثلا على السكر، لا السكر ده اتطبخ من زمان. اكيد. واحنا بقى اللي الطباخين، الناس العاديين ما يفهموش. صح. لكن الوجبه بتاعت الكورونا قدام الناس. لايف. الدكاتره بيطبخوا والناس بتتفرج عليهم والنتائج عماله تبقى متضاربه. صح. يقول لك ده كلوروكوين كويس وبعد شويه ولا بينفع بحاجه، تغيير ده مش عارف ايه كويس، ده فاكسين اللي هو التطعيم، التطعيم ده كارثه لو انا شخصيا مخدوش ولا انت ولا دي لحد، لان لسه حقل تجارب دلوقتي معمول بسرعه ومعمول بعدم تؤده. الاف دي ايه اللي هي بترخص الادويه على الفاضي وعلى المليان عماله توافق، ده عشان دواء بس المفروض بيقعد 10 سنين عشان يتوافق عليه. يعني بقدر الامكان يا دكتور لابد من التعايش معاه وناخد يعني احتياطاتنا ونغير العادات والعادات بتاعتنا والبد هابتس. حلان خيرهما مر، ده حقيقه لازم، مش عارف رئيس الوزراء المفروض يتفضل يقول الكلام ده. حلاني بس هو احنا ممكن بلادنا من غير زعل، احنا عندنا شويه جهل جامدين يعني من غير زعل. اتفضل. وجهل عندنا في الطب، هو انت فاكرك حضرتك العيان المصري ده صعب؟ سهل. عين مصر من اصعب المرضى في العالم. تمام. ليه؟ لانه عنده شويه معلومات ولذلك بينصب عليه بسهوله جدا. ينصب عليه من بتوع المشعوذين
والبطوع الجماعه اللي بيبيعوا شيح مش عارف ايه هو حقيقه يا دكتور والاعشاب النظم شغال تقول لك حط فيتامين اي على الشعر ولا حطه على مش عارف ايه يعني كلام غير علمي ولا يكتب في دساتير علميه ولا كلام شويه خضار حلوين احلى من الفيتامينات واحلى من لا بس ده. ما كملتش ممكن فضل. هو بيجي له احساس كاذب صح زي اللي يقول لك الحبايه دي اللي هي يا بيلعب بالنفسيه بس النفسيه مهمه يعني ممكن لعب النفسيه ده ان الدواء يغير فعلا من التركيبات الكيميائيه داخل الجسم بس بمردود نفسي تمام احنا بنسميها في الطب بلاسيبو يعني ايه البلاسيبو احنا معانا دقيقه اقولها لك والله يا دكتور محمد الدقيقه ممكن نكمل في نفس الموضوع ده اللي هو اي موضوع اللي انت بتكلم فيه موضوع جميل يعني اللي هو البلاسيبو اه يعني انت دلوقتي حضرتك بنجيب ناس ضغطها عالي ده بيحصل في العلم عندنا ففي دواء مثلا بينزل الضغط احنا خلصنا ايه خلصنا دقيقه وخلاص وهنقفل ان شاء الله بينزل دواء بينزل الضغط مجموعه 20 واحد عندهم ضغط عالي ضغطهم 170 على 110 بندي 10 يمين و10 شمال بنقسمهم مجموعتين تمام بندي دول دواء الضغط الحقيقي الحبايه مثلا لونها اخضر والتانيين حبايه لونها اخضر فيها جير فيهاش حاجه فيها عجينه تمام الناس اللي بياخدوها فوق عجينه ضغطهم بينزل ايه رايك بقى خلاص كده اخر ثانيه راحت طيب اعزائي المشاهدين وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسلت وتيلي ميديسن نشكركم لحسن الاستماع والمتابعه والمشاهده ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.